بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في الفرعنة الجديد في حي النصر. احنا سعداء جدا باش اليوم عملنا الافتتاح هذا، وكان يوم الحقيقة سعيد به جدا انا، لانه جاءوا العديد من الضيوف والاحباب والاصدقاء الصحفيين والمؤثرين وكذلك شركاء النجاح. طبعا تعرفوا احنا كل تونسي كل مواطن احنا في خدمته، ونحب نقدموا له حاجه تتماشى مع قدرته الشرائيه وتتماشى مع احتياجاته في العائله نتاعو واحتياجاته الشخصيه. احنا لهنا باش نقدموا له كل الدعم الفني اللازم وكل النصائح، لانه احنا لهنا خدمتنا هو النصيحه وتقديم الخدمه واثراء تجربه كل ضيف من الضيوف. اي مسافر ما يزموش ياخذ ريسك، يزمو يختار الشركه اللي هي تكون عندها الملاءه الماليه والملاءه يعني البشريه والقدره على تنفيذ البرامج هذه، وتاخذ حاجه فيها المصداقيه والموثوقيه. نوريه الموقع اللي موقع اللي اخترناه الحمد لله، واللي ربي سبحانه وتعالى معناها وفره في حي النصر، يعني في موقع مهم جدا اقصى قسيم. تعرف انت هنا القنطره بتاع حي النصر، طبعا المسجد معروف المسجد هنا، هات من انت تشوفوا هنا تشوفوا معروفه مسجد ذاك اللي علامه معروفه برشا في حي النصر. هذه أجنسة جديدة في بقعة استراتيجية في حي النصر في تونس، خدمات لبرتا تتلقى في كل أجنس يعني على نفس وتيرة العطاء. لبرتا نجاحها ما كانش يعني اعتباطي عبر السنين، تقول لبرتا تقول عمره، فكذلك منفتحة على فضاءات أخرى داخلية وخارجية، وجهات سياحية. لبرتا مؤسسة تونسية أصحابها تونس، القائم عليها تونسي شاب أفاق طموح عطاء. تنصح لبرتا من باب التجربة باعتبار عشت معها على الأقل أسبوعين، أريد نوعية الخدمات ونوعية المعاملات. ومدامك في لبرتا فأنت وأنت التاج على الرأس، والكل يعني يخدمك بعينهم، وربي يبارك للجميع.